دلنا على بركة الله مشاهدينا أوفياء مشاهدين شوف تيفي أينما كنتم من داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنت واجد بشارع محمد السادس، حادثة سير خطيرة لأنه ألطف إلهية دخلات باش هاد الناس يبقوا حيين، لأنه غادي تشوفوا معنا خسائر فادحة في السيارة، خسائر فادحة في السيارة. معنا السائق ديال اجي عندي اخويا العزيز، اخويا شنو اللي وقع اخويا العزيز؟ خويا انا جاي الطريق ديالي راه شاد لاصق ماشي شتاق، انت جاي من هاد الجهه؟ جاي في الطريق ديالي درمو كذا خويا جاي فهمتي؟ جاي قالك هرب على شي طاكسي جاي دخلت ليا هنايا كان غادي بنادم الحمد لله انا بنتي ليا انت تزاحمتي مع الحي. راه شو راك جات تبدا اجي معايا لا شتاق اجي معايا شتاق خويا ها انت شوف 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 راه شوف عندك الزهر اخويا العزيز شوف عندك الزهر تشي طوموبيله في ولات شي طوموبيله في ولات شوف او على الحاشي اذا دابا حبسك واقيلا هاد الحيط واقيلا هاد الحيط هو اللي حبس لك الطوموبيل دابا بغيت نعرف باش وقع لك دابا انت جاي من هنا من محمد السادس من الفوق جاي ها انت واخد بلايصتك ديال هاد الطريق راه باينه هاي راه الطوموبيل رموك بحال هادشي جاي في اليمن ديالي جاي في اليمن ديالي بالي شي طاكسي ماش باغي يدوبلو جا عندي انا بغيت نعرف هذوك العجلات اللي كلاردوش ديال الرموك هذوك ولا ديال من هذوك العجلات والله ما عرفتش يا الله حيت واش هرب شي بحال شي واحد هارب ليه لحتها ياك راك شتي ولا شتي الروي شتي انا الروي ديالي هما تشوف هما جايين هما شتوهم اجي معايا اجي معايا خويا العزيز انت هادو هما الرويات ديالك انت هما هاد هادشي كله اللي دكدك ديال الطوموبيل عندك ياك على سلامتكم خويا العزيز شحال واحد كنتو تشوفو في الطوموبيل ثلاثة؟ ثلاثة الدري ما طرا عليه والو وانت وحدكم ما تسمعش حاجة دابا الطوموبيل اللي مشات كامل الطوموبيل هاي راه مشات كامل راه شتا خويا العزيز مشات كامل لا حول ولا قوة شنو السائق باقي هنا غير إذا مشاهدينا الأوفياء كما شفتوا معنا هذو ثلاثة ديال الشباب ساكن كانوا في هذه السيارة جايين بخير وعلى خير ما عليهم ما بيهمش كيقولوا جايين شادين الطريق ديالهم على اليسار هي هانتوما كتشوفوا جايين من اليسار ديالهم ها هو جايين من اليسار ديالهم من هنا على حسب القو ديالهم لاحظوا معايا هانتوما غادي نوريكم هانتوما شوفوا معايا هادي العجلات هي هادي العجلات ديال الرموك هاو هذه العجلات ديال الرموك اذا هذا الرموك هرب لهذ الجهه ها هو شوف العجلات ديال الرموك هرب لهذ الجهه هاد الناس كانوا غاديين على اليسار ديالهم هما شادين اليسار ديالهم ها هو تحكيتوا معاه هنا ما مبينش النمره لا شوف ما تبينناش احنا في الفيديو من اللي نشوف عرفتي علاش اسمع حنا عندنا عائله عندنا وليدات ما بينيش لا ما بينيش لا وصول السيده عادي هادشي الحمد لله فهمتي الهضره ماشي مشكل هذا الفيديو لا الله يرحمك هو الهضره راه صار دوز مع سولو جبتي في الاول شي وجهي ما يبانش ياك صافي راه واش ما بانش لا لا واش ما بانش انا ما كنديرو شي نمره اسمعني شي نمره اسمعني شي نمره اسمعني مع الافات عادي شي نمره اسمعني دابا انت دابا بغينا نسولوك دابا انت الصحافه لا في وش فيك يبان راه دابا اش كنقول لك دابا ملي غيجوا ولكن انت دابا عارف هو راه كيبان لك راه على اليسار اسمعني الله يرحمك مادام كدير الفيديو يعني انت واحد شاهد شاهد يعني اش كاين اش بان لك راه كيبان لك انا داخل عندك هاي الشيء راه الشيء علاش دابا كنقول لك هذه كتبين لك علاش انت شو انتم فرينا هنا حنا دخلنا من هنا وانت شو انتم في الاطلس ديال الروان فينا هو يعني انتوما احنا انتوما وليتوا على الحاشيه فهمت شنو نقول الله يرحم بالوالدين وانا دابا اش كنقول لك ها هو دابا هادشي اش كنوريو حنا باش يشوفوه الناس ها هو شنو هو هذا الاطلس ديال الرويده عندكم اذا انتوما راه صافي مشيتوا للجنب ديال الحاشيه ديال الحيط يعني ما بقاش عندكم فين تخرجوا تما واش فهمتي شنو نقول ما بقاش عندك فين تخرج هذه راه باينه هذه انت راه اش كنقول لك انت على ملي غيجي دابا وغيبان لهم هذا الاطلس هذا شنو هو ماشي رويده هذه
رويد هذا ربينا رويد. يا حبسكم هنا راه يدي حضر الله حضر السلام راه واش فهمتيني شكون قلت اخويا راه يرضاك خرجات اخويا الله يحضر السلام الله يحفظك راه فهمتيني كي فهمتي اما نتوما شنو هاتوا شنو تقولوا شنو شنو تقولوا دابا واش بغيتي تفهمني ولا لا شنو راه التروطوار دخلنا هنا شوف شنو هاد الحاشيه لا وايق والله يرضي عليك حنا بالعكس هذه كنقلوا حادثه اشنو وقع ملي غادي يجيو كيديروا العباره عندهم العباره كيشوفوا العباره كيشوفوا هذا الشيء هذه المسائل راه باينه. اذا كيف مشوا معنا مشاهدينا وفياء غير باش نكملوا معكم هذا اخويا العزيز ان شاء الله دابا تعيط البوليس ولا الكوسطاطور اش غادير ان شاء الله يعيط الكوسطاطور. اذا كيف ما شفتوا معنا هادو جوج سائق السيارة وكذلك سائق الرموك اللي كتشوفوا معنا الآن. كنذكركم بأن هاد الحادثة هادي لاحظوا معايا هاد الاحتكاك هذا فين كان؟ هو هاد الاحتكاك كان من هنا. نشوف الاحتكاك منين جا. الاحتكاك جا من هنا. هو الاحتكاك هو جا من هنا هاد الاحتكاك. هو شوفوا هو هو هنا هنا الرويدة صافي يلاه راه قريب هنا الرويدة دخلات الرويدة دخلات بقاو هاد الناس غادي محكوكين مع هاد الجنب هانتوما لاحظوا واش شكون دخل فينا كون راهو من الايسر كون بغيشنا نسحبو كون بغيشنا ها هو الشيء يعني بقاو غاديين هاد الناس محتكين محتكين مع الحيط مع الحيط مع الحيط شوف انت ها هو بقاو غاديين مع الحيط مع الحيط حابسوا هاد الحيط هذا ها هو شوف شوفوا هذا كله احتكاك ها تشوف ها هو شوف هذا كله احتكاك بقى كله احتكاك هذا ها هو مشى كله حتى للسيارة هاهي حتى للسيارة بالفعل هاهي شوفوا هانتوما الارباك خرجت شوف يعني لا رباك خرجت هانتي لا رباك خرجت شوف الشنطة حتى هي هانتشوف الحمد لله بعد على السلامة ديال هاد الناس هذا هو الرموك وهذا هو هذا الرموك راه هو شوفوا معايا اذا الحمد لله بعدا على سلامة هاد الناس هادو على سلامة هاد الناس هادو والمزيد من الحيطة والحذر للمستعملين الطريق اكيد كنتمنوا السلامة للجميع. إذا ما بقى لي أن أودعكم على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر وعلى أمل أننا نشوفوا شنو واقع هنا. نتمنوا أن الأمور تدوز بخير. إذا إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي إلى اللقاء.